يقول عبد الحسين: وهم المرتقون يوم القيامة إلى درجته الملحقون به في جنات النعيم، بدليل قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أنا لن أعلق على هذه، أنا سأقرأ الآيات وأريد من الناس حقيقة أن يتدبروا الآيات. هل يمكن أن تكون هذه في علي فقط؟ آيات عامة، يعني لن أعلق، قلت لن أعلق، لن أعلق، أمتنع عن التعليق، أنا أقرأ الآيات ويكفي. يقول ربنا تبارك وتعالى، نعم، يتكلم عن الكفار جل وعلا: فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. تكلم عن الكفار. نعم. الآن صار يتكلم عن المؤمنين: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. سياق واضح في المؤمنين. لن أعلق، ألتزم بكلام شيخ الحبيب، لكن أطلب طلبا. نعم تفضل. أطلب طلبا، لن أعلق، أطلب طلبا. تفضل. أطلب من الشيعة الذين يسمعوني الآن، اقرأوا الآية، اقرأوا الآيات، آيات في سورة الطور، اقرأها مرة مرتين ثلاث أربع خمس، ما دخلها في الإمامة، اقرأها فقط، وأنت تحكم. بس قلت لن أعلم. أحسنت شيخ. نعم تفضل.